ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. هنا يا احلى جبين لاحلى شباب، اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض، ها احترموا المكان. ها جبات مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا ابني، انت طالع من النضارات ده من هنا، امشي اتكلوا على الله. روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى يا ابني، انت هذا ابن سايب باطه صح؟ اه اقعد، انا شايف فيك مشروع شابح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي، معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك، انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك؟ بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. ده انت هتفيحني ولا ايه؟ ايه ده وريني كده؟ برشام، انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار. بتاع ده حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد يدينا في ده. الله يخرب بيتك، بقول لك ايه، خف رجل شويه وعامله زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا، انت هو من هنا يلا يابا اخويا، هنفتحها يا ده. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطه. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هفهفي، وخدينا للماضي وسحره الخفي. اسمها ايه اللي الصفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا فول. طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. اه تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه، يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه، يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك اسطح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. ايه ده عمور، ايه ده، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. اه زي ال 50000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين، وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. جرى يا عموره، ايه بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكر كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى عن ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشنا على رواقه. حواراتي انا برضه. اقول لك العب، ادي الدراع لعمك عمرو، ادخل يلعب. يلا تعالى يا حماد العب. بس يلا تعالى هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي دراعك كانت معلقه. صباح الفل يا بيه. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كام كام؟ بيت ما تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا، عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج زجالة، ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالتي. صباح صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس يا صلاح؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس؟ تلعب ايه؟ الارسنال. 10 سنين ويلكم كرمال عيونكم، كبرنا الجائزة وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا ولد؟ مصطفى الاغا ما بتاع مسابقة الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، بضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني انت اهبل وريالتك تملى طش. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل ايه بقى يا ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدتك في ابنك يا رجاء، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل وجينا على بطه. واحده واحده بس يا حاجه، بطه ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم واحد يديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطه ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت، وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه
في عيد راس السنه الماليه. لا ما دام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه هي حضرتك؟ خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. زي حضرتك يا طنط؟ اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قول لي هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس ندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا يا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايا يا صالح انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش. خش عليا يا عسل. عايز تضربني؟ جرايا يا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص يا صالح. انت صلي على النبي. صلي على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه صلي على النبي. بس معلش ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجارة. حاضر حاضر. انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزبالة. روح ارمي. ارميها في الزبالة. خلاص 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 معلش. يا صالح. خلاص بقى معلش خش على الأوضة. اجري على الأوضة اجري على الأوضة. يلا. انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبة يا فاجر. أنا معاك يا نجم في المصلحة دي. مصلحة إيه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه إيه يا زقرو؟ واحنا رايحين نسرق أبو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا أحلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار أسود ومنيل. 15 مليون جنيه؟ لا ده إحنا نعمل نمرة ونغب على البنك وإحنا كفيلين بيها. أنتوا كفيلين بيها؟ أنا مش هعمل كده. صالح أنت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ أنا ما قلتش سرقة، قلت هنستلف. عملية استلاف. يعني أنت عايز تقنعني إن إحنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعًا يا عمرو، إحنا حرامية. يا حبيبي إحنا هنستلف الـ 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالآتي: أنا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمة العدل يا نجم. تمام، خد أنت بقى الـ 60,000 وابقى من الحوار ده. لا خلاص أنا راكب معاك في الـ 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عمورة؟ 5 مليون نحطهم وضيعة في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنة. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل. أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وأنا واخد كام؟ 4. يبقى اسمة العدل ولا لأ؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا أنت البنجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. أنا أسرق بنك؟ يا نهار أسود يا نهار أسود. أنا أسرق بنك؟ لأ لا 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 انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها وعك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه بيقول هنسرق؟ اسم الله ليك. بيقول هنسرق. بالراحه بالراحه. ده سوقي. ده اسمها استلاف. عمليه استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا ما اعرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغايه بكره هفكر فيها، وانتوا برضه دوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترتها يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ تقروا انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت وجنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. ها صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش. ده حرامي ممكن يبقى قتل قتلة. آه!
ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا ها؟ بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع، صالح انا ابويا لو جه عرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص عندي. بس بلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. تيجي نتعلم سوا. ابو دنيا طعم بيرة هنا في تالتة تاني، عايزة شقلاطة وزروطة. يلا بينا نهيس. سموك منور الدنيا حبيب القلوب. انت فين يا غزال؟ موجودة هي زعبوب، يعني هروح فين؟ يا قلب الزعبوب من جوه. طب بقولك ايه؟ سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا، محتاج لك جامد، شكله كده مجروح. ونعمل له ايه؟ تغيري له على الجر. انها الخطيئه، العبي ووريهم. يا لوز بالشوكولاته تعالي يا فروطه. الله على دماغك يا نجم، نظبط نفسنا نسوان وخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك، يا تهمد وتسكت تطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد. ابو الزعبيب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه بتحبني ولا عادي؟ عادي. انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من العادي حبيب قلبي. كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده قبل اي كلمات، مش تعرفني على مجالك؟ اه مؤاخذه، آه عمور زميل الشغل. هاي ازيك يا حمامه؟ سلام سلام. زقرو زقرو اهو، دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبياء. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأه دي؟ كانت منين في بقك ده؟ اوعى كده، خليك معايا يا مسجد المعلمين. ثانيه واحده ابو دنيا، نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في الماسوره الرئيسيه. منور يا صلوحه، منور يا حمامه. ثانك يو. نورك والله يا سيدي المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده، محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فرده؟ ثلاث حتت بس كده. عفيفي منورنا يا رجاله. فيفي مسؤوله الامداد والتمويل. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافل. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استفيفي، عرفيني بالمره على اصحابك. انت تؤمر. سؤال والنبي. نعم. اللفيفي دي بتتكتب كلمه واحده ولا كلمتين زي بمبم؟ كلمتين. احب اللي بان واللي ما بانش. جاي لك يا سفله. صاحبك جريء قوي بس في فئه تفلطحه. بقول لك يا سيدي المعلمين، ما لقيش عندك قنابل. وايه العباره بالظبط؟ هو انت عايز ترسنت الاسلحه دي في ايه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط. محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت اوديت في منت. مالناش نصيب بقى نقابله. معلش استاذ شيبوب، معلش. شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا زعبوب. شيبوب ايه؟ زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في ثلاث عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس تطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب. اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح؟ الشغل. ادي لصلوحة. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشة بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عيني. يلا. اه حلو بقى، ده شكله. يلا كمر بقى، كمر. حلو كمر. ايه ده؟ جرائم منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بقلعب انت وحمامة بقى عسكر وحرامية شيخ. ماشي، بقول لك يا عم زعبور، بكام الحتة؟ بثمانية، يعني التلاتة ب 24 400. هات 30. يا ابني ما بيقول لك 24 400. شفت في طلق يا حبيبي؟ طلق. اه 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 ايه ده؟
يا نهار اسود الفلوس فين؟ نعم يا اخويا؟ لا يا حمامه اوعى تعمل ان هم وقعوا منك ومن الشرطه والكلام ده مش هياكل معايا. دور كويس دور كويس. شوف جنبك طب هنا. احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي صالح النجم وعمرو بن داس طيبين وزيرو. يعني الناس دي هتاخد صوره مع زيرو الاسطوره وبيبي بيبي اللي جابت لنا الزناد. بتصعب ايه؟ يا عايز ايه؟ يا نجم ايه الماسكه دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ مسك في الوزاره كليك عين كمان. الواد اتبسط قوي. تمسك المعلم هدوه. عيب الدار امان. البنت اللي اسمها ايه؟ الكاتينة دي اسمها ايه؟ البنت المستردة دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش بنادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه؟ اه موجود. ارفع سلوحه. اتفضل. لا انا ما عنديش صداع. انا تمام. شويه وهيجي لك الصداع. الوقايه خير من العلاج. اسلم ايدك يا عجزه خانه الرحمه. ابستو. تاني يا فرقعلك نفوخ فيفي. طب انت وفيفي